فهد ياسين إساقو أوك شالي وحو سبيهي إساقو أوك قبليه ياريارا نولول يجير آن إلا يامانت ميل لغوغي إساق لغوه إذين إيهاية ديسا إساقو أوك وحي أو سمييني الرجيم كحلي قاتري أو سمييني داد نولول هاد لغو سوغيو كوا كالانا كباها كو آسيي شعب iyo siyaasi iyo gabar yar iyo oday iyo maxaan ku jiraahday madaxweynaha horena uusan ka badbaadin iyo wuxuu leeyahay taariikhdaadii dhaweyd xusuusa xamse abd barro qawaano ma laga dhaadhicin karo tii horena tuugay ahay tan la tuugay ahay war labadaba anagu wax kuma qabno waxa ay khaldaan waa la sheegay waxa ay wanaajiyaan waa la sheegay laakiin idinkoo dad soo cunay qodan noor idinku maqan yihiin دورش على مسوق ما سوقي هكا هذا لنا رئيس الوزراء تعرف إذا مرجع حسوسين إنسان وين الإذن كنا ضيفتي هذي بقول كي وبقول أنت وشير ودانو يحمس عبد البركة نديب سني هيك إن جمعها ديجي كلها قوان لها هذا لدورشة هكذا سجالي لو ده كنا سجالي طبعا كي تي شو بلاد هكذا قبطي هذا النص وضعه هكذا التاريخ هذا ويدي بوفير وبد كويران تلاقو برا أسلوبتيو asaaskiya taaleentana asaagood ma gaaraan ee orod oo horay u gaar meta tutoring macallimiin hormuud ah aqoon heer sare iyo ku hubaysan waaya aragnimo ayaad ka heli meta halka aad ku nooshahay adoon ka habsaamin hagaag ugu toos oo hab online ah wax uga baro meta tutoring meta tutoring waa iskuul habaysan loo hanaanshay si weyn hubaal weeye warkaygu ee halkaas ha moogan meta tutoring waa iskuul online ha oo casri ah wuxuuna caruurta ka caawinaya casharada guriga ama homework haduu yahay Kenya system, British system ama American system. Wax kasta oo ardayda ku adag si fudud ayaa lagu bari loona fahansiin grade 1 ilaa form 4. Waxaa sidoo kale caruurta laga dhisaya Qur'aanka Kariimka ah iyo culuumta Islaamiga. Aashay iyo Cabdow, calaacal ka daaya oo caruurtiina la gaaraha idinka cajabiye. Waxa faahfaahinta sidaar kala xiriir nambarka shaashada ka muuqda. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل من أحسن كسر دواذ برنامج كان لك هذا الخيبتن وحين كويجي دونا قرال ككسب بحي فهد ياسين حاج الداهر أقاسمي هوري هاي النساء أهانا أقاسمي هوري بدحتو إذا في الصومالية يين نيجي دونا تاس أو كغتش واب يي هذا الكي أما خد بدي قدم بيسير رئيس الوزراء الصومالية حمزة عبد البر هذا بل وحين نيجي دونا وح حلي كسر أدي هذا الكفهد ياسين يولي وحيابها ومركز سيدي وين وضع ليلي رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبد البر وحيلت شو صاحب كي يقول لي دبرين الفلي وبالقضب كان نهار دي دونا يقول لي وشو ما اخر ذي قرار لك كسب بحي فهد ياسين حج داهر فهد ياسين اقاسيمي وراء هاي دنس حنا قرار كو كسو صاري هذا كي رئيس الوزراء كتب وين اخري لكن داوداش انا غرب على غيابة inay san laba soconin halka xogta ay xaal ku maraye rais wasaaraha Soomaali Xamse Cabdi Barre halay waxa uu sheegay in tan badii aan lagu laabaneyn doorasho qof yaa codana agali doon la aaday hadalkaas weeyaan ka hadalkan hadda ka keenay Fahd Yasiin Fahd Yasiin wuxuu yidhi wax ajeeb ah oo aan isaga looga fadhiinin cid kale oo tiraahdaba haye aan ka horeeyo si kormar yar guud ah hadalkii rais wasaaraha isaguna sidoo u yiri aan u dhaahno kadibna falanqaynteeda aan aado haye rais wasaaruhu wuxuu yiri ma qarinayno beena kama sheegayno wayna nooca tahay waana ka shaqeynaynaa mar kale in aanan ku laabanin doorashadii teendada qof iyo cod لا هذا قفكي الربعين عن قصي سعنه ها أجاده واجد ويتحلست عن قلاين الدبها أو حسوسته ترش قفي عضم بعنا دوي نوع هذا الخاص عن ترحان ترحين حتى لو حكود ديس واحد كود ديس ويكوب بنائه إن كشكته قاب خلاه مري يسيد الله مري هدي أطلشان تح يدنا ويكوفران تح لكن أضاءي ماله أو كوان لها أو قبلها يريركا إيه قريه هو ذكس وشاقه تيجي قو قورع تشري
إن أترى هذا دتك تاريخ ذي دويد حصوص هذا عيب قوته كوان الله أنك هذا يوافق حلو جدا حلو جدا فهد ياسين إسقو أك شلي وحو سبيجي إسقو أك قبله يرى نول يجير عن إلى يمانت ملوقي إسق لو أذني هذه إسقو أك وحي وسميني الرجيم كحلي قاتر وسميني إعداد نول هذا الجسويه كوا كلنا كبه كوا آسي شعب يسياسي يقبر ير يقضي يمحق ويرهضاي مدحوينه هرنا وسن كبد بعدي يحليه تاريخ هذه دويد حصوص حمص عبد البراء حمص عبد البراء مسكين كعاية القرآن كع يحديث كلته عن حفلة وربة أقويها كان لا يبلش يكي يبدي رئيس الوزراء سومالي هذا كع عن روحنا عندي سكوتلي يحليه تاريخ هذه دويد حصوص حول جدا تاريخ هذا دوي حسوس. حول جدا. لو يا أحمد مدوبي اللي يرسد حلبان بانقول كي لنا يمد كحوله. هيه. وحوليها تاريخ هذا دوي حسوسه. ودورشة استجوا وتفضل بان أصيد عصاك على أبوه بحي. ومركي أحمد ده قال يعني سقي فرماج. سقي فرماج مركي أحمد ده قال لي. أي. ويا. أي. تاسو حوليها دوي حسوس. حد مودع روح دمبيو وهو هين قال انتو برشاد اوكي انا انو اللي هي هلا يلا فيريو دبي كانوا قالوا كانوا سميه فلا حدا سميه كانوا سميه كانوا سميه سيدي لوغي سوغي يحولي يحولي تاريخ هذه لويت حصوص حتى انا وحط بابا كاكاس يداري بابا يكون يسقالي يتوانكي دور شادي احمد مدوبا عضو قبط صح حصوص ابو دور شاها كهالي هذا ما ادري قطعون كيه كوان لها هبلها يرركيه قبلها يرركيه قوقورعيه أول شيء كبه حكوا آسي بعلى يا حظي وعن تاريخ يسألوا عن الحسوسين مركا حشاد وقطع مع السياسية مركا وضمير كنالي لما عو مركا ذات كلاو ورمى يا وقتها إيه مح الله عليه وحي الله شيء يا إسكا قاضنا يا واحد ربط هذا شيء كين تورش إسكا اللي هو رستاج وبلوك صقري مطلع دار ذا ولي بالعكس وكوب حني هير سمعني واحد كجف أنا أقول لك أنا أقول لك يا أقول لك أنا 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 أقول لك هانتي دي أغانتي شعب كان مسوق ما سوقيو وحلال قرن كان مشقين يا هذيك لكن مركز سمينس وحران مركز وما ما دي هاي مرو تخت سار ماركة ككلو ككلو ميت سار ماركة فهد ياسين يا صاحب كيف فرماش وحاي هوس سمينس كده معلمي بتبالغ قرن أي سعوتي انت قف إيه اللي دي انت ايه دمعي دادك عبد الرحمن عبد الشكور قرقي سلقو ويراري ايه كباها لقو آسي ماهي احايا دارها دادير ايه نيرو بي كردسان هذا معلومة المسوق ماسوق يشيكو دولده واحد عضي وحال وحي سؤال ماذا مقال ما تفير ايه هورت دولد دي تماده واتوقو لكن هاي نور برنا يا هاي المرخات كهين دولت دي فرماشية تنكو الرزق توب نمد يدوا على حلالي ودنيت بالغدي ودنيا دي كعام بالغدي جاي روحي وحكش يا جاينا هو ها هرمرديت قرندوز هادي بصعد بوها قرندوز قرندوز بوها تن وحنقرا يا هنا واحد نعضي أقول كي وسن كبد بادي أو مشهار عينك وكبد بادي أو أي توجت هاي تيكو هوريسنا انت ان لاغينا سميس لكن كوما كريس دول كان ادمودايسو ان مبدا روسو شويس سوفت وير كلو روسو شوب اف هاد ياسين كاتامباي كوانو ما لاغا دادعين كارتي هورن توغي اهيتن توغي اهي ور لبدبا انا وخو كوما قبنو
waxa ay khaldaan wala sheeg waxay wanaajiyaan wala sheeg laakiin idinku waa dad soo cunay oo dad noolnool idinku maqan yihiin doorasha la maasuqay ha ka hadlina ra'iisul wasaaraha marka xasuusinaysaan waa inaad idinku nadiif tihiin boqolkiiba boqol intuu jeer uu doono iyo xamse cabdibarre ka nadiifsan yahay kan gamcaha dhiigga ku leh gawaanlaha ee hadda leh doorasho tii jubbaland aad ka qabatay ee haddana noo soo wadaaya ha ka hadlin taariikhda adii dhoweyd dib u fiiri aabba uu leeyahay muqdisho maanta kuma soo dhex istaagi karo waa gawaanlaha leh taariikhda adii dhoweyd dib u xasuus mahadsalaad dhulkiisii buu joogaa cidnana dekana kama gel isaga mahad baysa iyo samayn maya dee maha hadaaba dhulka uga cararayso maxaad noo lugoynaysa isagu dakanooyin badan buu galay intuu uu kursiga ku fadhiyey inta uu qof soomaaliya ku dhibaateeyey ee uu ku dilay kam cadad walaa xisaab inta uu kabaha ku aasay inta aan meelna lagu sheegin raqdoodiiyo ruuxooda kam cadad walaa xisaab inta uu ciqaabay ee ciqaabtii ay uu ciqaabay dunidan ku sii noolaan waayey kam cadad walaa xisaab wiilkii yaraa fanaankaa la yidhi qiro inaad tahay nimanka waxay la ogaa lagu sameeyey yaa ka mid ah mooryaan ilaahay dadka dhaafiyey yaa hadda waxayna leeyihin taariikhdiina dhawaa xusuusta war annaga ilownitiini oo aan dadka u sheegin oo durbe layska ilaaway afarta sane ee hadda aad maqnaydeen ilkihii idin saliilyoonayaan qofka waxaa la yidhi qofka ilkuhu saliilyoodaan hilib buu u baahan yahay salama dhiijirfaad yaasiin turkiguu joogaa hilibkii iyo dhiiggii uu shaqeeyey iyo wixii uu cunayey iyo ilkuhu saliiliyoonayaan inuu durbo soo laabto rabaa sidii maha salaadka ay ishayeen hadda kursiga uga dambeeyey sharafta iyo qiyamka uu kaga tegay hay-adda nisa iyo isagu halkuu kaga tegay isbarbardhig waa laba shay oo aada u kala duwan hay-ad nisa oo uu fahad yaasin ka tegay waxay ahayd tu dad cuna waxay ahayd tu laayaan ah waxay ahayd tu aan laysku aamini karin waxay ahayd tu ka mashquushay shaqadeedii amniga ee ay ahayd inay dadka soomaaliyeed ku ilaaliso hay-addii nise uu ka tegay fahad yaasiin waxay ahayd taasbaxalo siyaasadda ku milanta aan barbardhi ma lahayn wax shuruuca oo kale aga hay-addaa dhan ee sirdoon ee soomaaliya ay lahayd ma lahayn meel amarka xafiiska uu fadhiyey fahad yaasiin maya xitaa hantida ay hay-addu ku shaqaynaysay iyadoo dollar ay waxay ku rasaysnayd qololkiisa qol ka mid a sidii boqor intuu gacanta geliyo yuu u dhiibi baa layii cidda uu doono sidaasay ahayd qolalkiisa uu ku shaqaynaya xafiisada hay-adda nisa mid ka midihi dollar buu ahaa oo intuu galo uu ahaa soo rujiyo wax kala dambeyna iyo wax sharciya iyo wax nidaama ay hay-addaas ku shaqayso midna ma jirin waxay ahayd hay-adda siyaasadda ku milanta waxay ahayd hay-adda dadka lagu dilo ee lagu khaarijiyo fahad yaasiin tan uu ka tegay mahadsalaad waxay ahayd nisada amnigeeda iyo kala dambeynteedu muqdisho laga dareen waxay ahayd nisada sharci iyo kala dambeyn iyo dastuur qoran iyo xeroosaa qoran oo lagu kala baxo oo cad waxa ay qabanayso leh waxay ahayd nisa amniga siday uga shaqaysay muqdisho ay nabadgelyadeeda la wada qiran ninkan hadda jooga ee sembolol shaayina dee waynu u arki doonaa wuxuu la yimaado laakiin waxay u muuqataa nin halkii ay hawsha ka socotay kasii aanba qaaday oo wax hadda aargoosi ah weliba dadkii la dhibaateeyey yuu isagu ka mid ahaa waagaa fahad haddana markuu xilkii saa ula wareegay muqdisho ma dhex fadhiisan ina furinta hore dagaalku tegay si uusan fursadba ugu siin nin argagixisadu inay muqdisho iyo caasimada ugu timaado isagaa furimaha ugu tegay nisaday sidaas ahayd ee isaguna uu sidaa kaga tegay sawirkii foosha xumaa ee muqdisho ka yaalay haddana uusan aabba uu leeyahay uusan ku iman karin farmaajaaba dhaamaba oo xilligu doona iman kara isagu xilka looga qaada ma iman
أبوه مزول دولدين بويان إساق أوقف عالية وبلشدي تؤسوا أذيعي وشرف يا ماموس كله ما هو إيمان قبل هبينك حالة هاي تجي إساق أصير على سمركة بالك مدوه كتيرة عدد عنا يحليه حمص عبد الله حسوسه تاريخ هذا دلوي هذا أنا حسوسي ما أنت تاريخ هذا دلوي كاسو شير نقد بعدي نور فادي ياسين تليحو ماركتي ود ضمبها ودنا طبعا حيابها أنت بدل الغوصي يوحى كم ذا قعنتي كلوا إذا شعبك كله عايسي سد الله شيء مركي سو هذا دورش وكذا دورش هذا وكتشرينا يدنا هذا اللحم بحاي وشو من باتشري حلي هذا دورش هذا كلي حيا الله مدى الله جاية إنك استوى إلى هاي سينا مارت ربلك كوري وكرسي كرسي ماركتي وعالفوهي مركا دورش هذا وين يدو بلد وين قرح يكده عين ودي كو قوانايو او انتاسو روحي ميديين او انتاسو كراي داوعيين ودوشودو كو غالاي حدانا او كخشو واي ان ماركتي دادكاسي بل حتى اسلا لا لغي داوعود يي ديمشودو سان اوغناي مالنتي لي دورين لبا قرخ واو وي مغالدا بلدوينه كدحاي ماركا دورشدي هلكا او كو قادناي اي دورشدي حمزه او قبتي او كو رماي فرق اي دالغ واو دخاي نيو لبادانين نينا وانين مساجد كصباح كم هو ولادي؟ أو له ولادي؟ ولادني ماذا؟ كم عهنا ديك بكل إيه؟ الكهنة هي اللي بقى سوتشي شيء ده. فهد ياسين. حمسة عبد البر حلقف عليه حتى هو يتوخان تخي. هدي ويمادو. سكانوا وانو قرنينا هنا. لكن حلقف عليه هالمالن يهل هبين بو اللي باتي. حمسة عبد البر ولا هي تاريخ هذه دولة أنا حسوسيني مشروع هالك فهد ياسين وكمعها ندي كليها إنده الكهنة ودي كليه دار الشادي وسوي كتر تميجي ما أنا كشوف إنك يقولون كفشي كيري إبردوينا كنا عضي إعداد كفرها بدنا يقول إنتين العاق تملايين الدولار وعيك جاب حضي الرجع يصير بقولي جانا سيتيين تكحن ديب صومالي حتى ما صومريس دورشة ويدو ديكسيد أو قطعته يوم ميت كي بنان كي يلا لقلا مسوق ماسوق يا دولار أنتي أوجدنا أيكوب حضي أو كرسي نوع عصو كلا دورشة الصومالي ديبو كمان دعوتان وأنا كي وقدم بيه وقطر تامي ماركي دمبنا قدر ميت شو جامس تركي ما صار ضعف لا ما صار حي ها حتى قولي كيس كم صباح لا ما دمرك شو waxa ka ilaaliya dadkii u dhibaatada u geystay markan iyo fahdo khayr allah ku siiye meelaha jeenaha iyo kawaan ka furo jeenaha loo ogolaa Soomaali Soomaali ma jeenaha dad farabo ma ku noolaa inaan loo ogaanin balan yaaba ninka nabadad cunana dad waayeen marka Soomaaliya way kaaga dhamaatay cid dambo oo kugu katsoomaysaa yiraa ma jirto نن هذا أنا وحمس الدفاع عينه ما هي وما فرق يماشي لكن حقائق ذا أنا كجبني مسكين كان مساجك كسر بحيس كست على الله وح كست وكل على قشعو نين كان مساجك كسر بحاي عدنا عند باتو جيسنين مش مسوي استعانة حديث كي القرآن كقوط بضيني عذبوا حق حقني عد كلا قصادر تذكر هذا يكسين شرط مرة أربعة تذكر قصادر أربعة ها لكن أبو عفا الله هو شفت كومي وين محل لو قادن كرا مركه هذا الكفاد ياسين تي محل لو قادن كرا وامن انت ويلي دير الله سداس اي كغتا هي اسغا داعنيمو يموجي منافقنيمو waxay kaga tahay isaga sidaas ay ka tahay Soomaalidu una arkay inay ilowsho dhowd hay sida umush een waxa uu sheegay oo ninka ka sheegayna ma aha qofkii ka sheegi lahaa isagu way mudan kaad yaasin xaj daahir waxaan ogeyn 4 sano ay uu nisa joogay وسخرين هي صور كيس حتى لما أركش هذا أنا أنتي وتجي هالمر ورئيسه بحيل مركل غير خير بالله أركو لكن ما حال أركه قرر الله دار وما ركت أخذ كود وساعة هذا كله قادنا هي وساقر ولم يسخرنا يا من فات سو يسخرنا هي حنو ملاين يا سو كاميرا وقعد ومن يو إكسسايز كانوا وقعد ومن تري سويسو 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 سويسو
qoraaladan iyo waxan uu soo qorana uu cadeeyay inuu baraha bulshada ku soo biiray iyo cadeeyay ha mulay soo galo iyo mooj qoraalku ninku ku fiican yahay anuma leh adigu iyo mooj inuu iima kale leeyahay qoraalkaas iyo inuu social media soo galay iyo inuu ahayd sawiradiisii iyo soo muuqashadiisuna hadda wax xiisa oo ay bulshada soomaaliyeed ay u hayso oo ay ku hayso ma jirto iska qarsoonow iska maqnow inta ay cadaaladda ka helayaan kuwii adugu aad dhibaataysa aada ba umaadsan tahay guuleed ibraahim alfla iyo ahaa intaasaan kusoo gabagabaynayna qodob intaan mar kale kulmi doonno sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu shacab yahow boqorani waa bishaaro maanta guryihii batee marka ay baratameen waxaa buugga galay oo bilic looga haray guryaha ay dhiseyso shirkadda Farjano Apartment Limited. Haddaba bal eeg dhismaha ugu bilicda roon haddii baad goob guri aad ku jirto ama baahi weyn aad u qabto waxaa inoo ballan ah. Dhismayaasha ay gacanta ku hayso shirkadda Farjano Apartment Limited ayaa idin diyaarisay guryo aad u qurxoon oo dhismahoodu ay yihiin dhismihii ugu dambeeyay dunida. Shirkadda waxa ay ka dhisaysaa guryo kala duwan xaafadaha kala ah Isli, Jujae, Pangani, California iyo Parklands, waxayna mashruucan ka hirgelinaysaa caasimadda dalka Kenya ee Nairobi. Guryaha ay shirkaddu dhiseyso ayaa ka kooban 4 qol iyo fadhi, 3 qol iyo fadhi iyo 2 qol iyo fadhi. Guri walba waxaa u diyaarsan pakinkii gawaarida. Waxaad ka heli doontaa adeegyada aasaasiga sida wiishashka. Guri walba waxa uu leeyahay ceelkaasi oo daboolaya baahida biyaha, ha ka reebin kamerada CCTV-da taasi oo la soconaysa dhaqdhaqaaqa amniga, iyo adeeg waardiyo 24 saaca. Sidoo kale waxaa intaasi u sii dheer matoorka korontada, nadaafaddii goobihii jirdhiska, iyo halkii ay carruurtu ku dheeli lahayd dukaamo iyo xarumo kale oo diyaar kugu ah qaar ka mid a guryaha ay shirkaddu dhisayso. Wixii faahfaahin intaasi dheer kala xiriir lambarada shaashadda kaaga muuqdo